الفيديا الأول للخدمات المالية، على أمل أن نشوفك مرة ثانية في وقفتنا الدائمة مع سوق الأسهم السعودي. أنتم مشاهدينا فاصل قصير وراجعين مع المصمم الليبي نبيل يونس، تابعونا. حياكم مرة ثانية مشاهدينا، رجعنا ومكملين فقراتنا اليوم، وحنروح اليوم مع المصمم الليبي نبيل يونس. يا هلا وسهلا فيك. مرحبا. نبيل، مرحبا. أنا سعيد أنك موجود معي للمرة الثانية هنا. وأنا كمان، هذا شرف لي. الله يسلمك. بس نبيل، عنوان لافت، أو خلينا نقول أنه سميته بشكل حلو عصر الهوانم. ليش سميته بعصر الهوانم؟ خلينا نتكلم عن الديفيلي أو الفاشن شو. أوكي، أنا كنت عملت تصوير مع المخرج يحيى سعادة اللي اعطاني فكره من عنده كثير حلوه، ومصورين كانوا شربيل. فكنا عم نصور ستيل كثير تركيش، ستيل كثير اسمهان، ستيل حلو يعني كان. فكان كمان كان في شباب مع عرضه الازياء، فكانوا كل الاهتمام كانوا لهالمراه طلعتها الحلوه الستيل حلو. فقعدت بينه وبين يحيى، شو بدنا نسمي شو بدنا نسمي، فقلنا عصر الهوانم. حلو يعني. وانت دائما التيم خلينا نقول هو واحد، يحيى سعاد المخرج وكمان كريم شربل فريق العمل، هذا اكيد نوجه لهم تحيه. أكيد. يعني هذا التعاون الثاني زي ما ذكرت، بس ابغى اعرف انه ليش ما رجعت جربت مع ناس ثانيين ولا خلص؟ لا، يحيى سعاده اول مره بتعامل أول معه مرة. بس كريم شربل تقلك لي، لانه انا كثير مرتاح معهم، كثير انه بيفهموا لي شو بدي، كثير انه بيعطوني اللي بدي اياه يعني. وهن اظن اشطر مصورين هلا موجودين كساك يعني بالشرق الاوسط، وكل الفنانين يعني يصوروا معهم. التيم هو اللي بينجح العمل، خاصه اذا كنتوا فهمتوا بعض. اكيد، وانا مرتاح معهم. حلو. المعامله كمان هي كثير مهمه. اكيد اكيد. لا، وهم بالعكس زي ما ذكرت بروفيشنال. نبيل، ايش الالوان اللي اعتمدتها؟ وايش يعني انت عصر الهوانم؟ هلا في غدا الوان اول مره بعملها، في لون الاحمر، لون الاورانج لاول مره بستعمله، لون الازرق النيلي، في كذا لون اخضر، اسود، ابيض. عملت حوالي 20 قطعه، فهيدا ملحق لديفيلي نبيل يونس حيكون بعد رمضان الله راد بلبنان. حلو. يعني انا اللي حبيته انه انت ما بتكتر عاده الفساتين. لا، في بيعمل 40، في اللي بيعمل 45، بس انت عندك نظره معينه انه 20 فستان تحب تركز عليهم. انا عندي نظريه انه اكثر شيء بحب مثلا بركز على 20 قطعه يكونوا حلوين كلهم. 20 قطعه يعني اوقات واحد بيعمل 30 40 قطعه بتشيل منه 10 15، بس انا بحب بركز على كل قطعه بدي اعطيها حقها. حلو. علشان ما يعني 40، انت ما يهمك العدد قد ما يهمك. لا بلا، هلا بالديفيلي ان شاء الله حيكون لي شيء 35 40 قطعه، بس رح اشتغل عليها كثير، وحتكون مع شخص ثاني، بس مش يحيى سعاده، بس مفاجأة. يلا ان شاء الله بالتوفيق. الله يخليك يا غاده، شكرا. عصر الهوان بنعرف انه كذا ستايل زي ما قلت اسمهان العصر القديم. بحب هيدا الزمن، انا احلى زمن بالنسبه لي. كان نفسك تكون منه؟ يا ريت والله، يا بس انه للاسف، بس احلى زمن، لانه كانت المراه بتهتم كثير بطلتها، وبتهتم كثير انت ملاحظه الافلام الابيض والاسود فعلا. شاديه وفعلا وكانت فساتينها موجوده، يلا قديش حلوه. بس للاسف يعني ما بنشوفها كثير، يعني ما بنشوفها سيمبل كان. ايوه، بس ما بنشوفها حتى في اللبس اليومي، خلينا نقول انه نتمنى نرجع. طبعا تغيرت الدنيا يعني، تغير الزمن، تغير وصار زمن السرعة وكذا، بس بلا، بس أنا بحب على القليل بكرم هيدا الزمن، لأنه أنا ستيلي هو ستيل الخمسينيات والأربعينيات والستينيات، فأنا بضلني على هيدا ستيل وهيدا المشي يعني، هيدا هو التين تاعوني. هذا اللاين يعني اللي يحب هذا العصر يروح لنبيل يونس. ان شاء الله. ان شاء الله حنشوف اول فستان معنا اليوم مع العرض عبي ليوس. الفستان كثير هيك ازرق نيلي هاللون، هيدا كثير دارج. كمان هيك ستيل سبانيش شوي وسيمبل، مع حجار شفاروسكي، مع بروش كثير ازرق، وكثير في تين يعني، تشوفي المدى تاعونه كثير عاطي. كثير حلو للامانه. نبيل، انا كثير عجبني انه هيك انه قطعه سيمبل وفيها بس لونه. مركزه لونه اللون كمان رائع. لون جديد ودارج هالسنه ولا بقله اخذ لون عبير لانه كثير حلو.
وعبير كمان كانت معنا بالعمل يعني كانت بالاخر مشاركة معك. اول تصوير وتاني مره كمان الاول وتاني مره. ميرسي كتير. حلو يا عبير. لا كثير الفستان انا مره عجبني يعني فكرته حلوه، يعني حتى مثلا لو انا مثلا يعجبني نبيل اقول مثلا انه ابغاه بس لطول معين. اكيد ما احنا عاملينه هيدا للشو، بس انه الزبوني اكيد انه بضل يلبي لها البدله هي وبضلني يعني ظبط. يعني انت اشتغلت على الالوان اكثر شيء، فاجات يمكن زباينك او اللي بيحبوك بالالوان هذه المره. مزبوط، يعني انا هيدا المجموعه جاني عليها اوردر كثير من المملكه السعوديه، انه صاروا بيتباعدوا اكثر شيء على الشك والشيء المطروز كثير. صح. عم بياخذوا القطعات السمبل، القطعات اللي هي فيها تكنيك وفيها فكره جديده. صحيح. يعني مثلا الفكره اللي تحت عم نشوفه الكاشاكش كيف بطريقه كيف جديده وتكنيك جديد. حلو. اللون كمان شفاروسكي كيف عاطينه احنا كيف موزعينه بطريقه كثير حلوه. لا كثير سمبل وناعم. ميرسي. وفي فكره زي ما ذكرت نبيل، يعني حتى شكلي فيه مرتب مزبوط بطريقه انه العين ما تتعب منه تحبه اكثر. لا كثير حلو. نفسي كثير لك. يعني خلينا نقدر نقول انه كل الـ 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 العرض كان بنفس الروح نبيل، بنفس. صح. الـ صح. بنفس الـ يعني هيدا يعني الحمد لله، يعني غاده هيدي ثاني مجموعه لإلي، ويكتر خير الله انه لقيت اصداء كثير باول مجموعه، كثير لقيت يعني دغري صار اسمي كثير معروف عند كثير عالم وكذا. وبدل الهيدا انه كثير يعني اجاني زبونات من الخليج، يعني اكثر شيء من الخليج، لانه الخليج يمكن اكثر شيء عنده مناسبات يحبوا فعلا. خلينا نقول فساتين السهره المشغول عليها، مش شرط مشغول شك بس مشغول عليها مكلف يعني. مزبوط. بس صدقيني يا غاده بقوا يتجهوا للقطعه السمبل والقطعه اللي فيها الفينيساج كثير منيح. صحيح. ولانه الاماره الخليجيه هلا حاليا صارت عم تسافر وعم تحضر عروض ازياء برا، فانا بحييها كثير وبحييها لدعمها للمصممين الازياء العرب. اكيد هم بيروحوا عند الشيء الحلو نبيل. مزبوط. يعني قطعك ما شاء الله حلوه. الله يخليك. انت بينتها كمان بفكره جديده، يعني لما شفنا اول مره وعرضناها من خلال عيشوا معنا شفت فكره حلوه لما صورتها، وكانت بس مجرد صور. صح. بس كانت معبره، كانت فيها كانت فكره جديده. كنا عم نحكي على ماري مرو هالستيل هيدا. صحيح. الزمن فكان كثير ملفت وكثير حلو. يعني انا مغروم بهذا الزمن يعني، ومغروم بهذا الستيل، ومغروم كذا. وكمان بالعرض الازياء حيكون قريبا ان شاء الله بعد رمضان حيكون نفس الكوليكشن، حيكون لا 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 اشياء جديده ثانيه. اكيد حيكون صيف وخريف يعني ديمي سيزون. حلو. وقررت ايش تسميه ولا لسه؟ لسه بعد. مفاجأة. مفاجأة ان شاء الله، حتكون انت من اول مدعوين ان شاء الله. يشرفني حضورك. الله يخليك يا نبيل. كمان ابغى اعرف نبيل قد ايش ممكن يتجرأ من خلال عرضه، يعني قد ايش ممكن يعمل اشياء جديدة ومفاجأة. شفنا الوان جديدة في هذا العرض، ايش في اشياء كمان نفسك تعملها؟ هلا حيكون مثلا بالعرض حيكون في ديكور معين لزمن معين، حيكون في شو معين، حتكون في نجمة عربية حتكون حاضرة إن شاء الله، هي حتكون ضيفة الشرف بالعرض الأزياء. وحيكون شيء جديد حلو، إنه أنا غادة كتير بحب التميز، يعني إنه لو أنا جاي على لبنان تصير مثلي مثل غيري، لا أنا كتير بحب التميز بشغلي. يعني بحب مثلا الديفيلي نبيل يونس، كتير بحبه يحكي عنه العالم كيف صار التصوير، نفس الشيء ثياب. فانا كثير تميزي، يعني كثير بحب التميز بشغلي، فحيكون مميز ان شاء الله. كثير حلو. صار معنا الفستان الثاني كثير قطعه سوداء حلوه كثير، وسامبل مع سلاسل شفاروسكي وكثير حلوه، يعني بتحسيها سكسي بس بذات الوقت كثير كثير حلو نبيل. كثير هيك، وهذا الذوق الخليجي كمان يعني عاطي على عبايه على شيء مدغن على القماش كمان كثير كثير جديد. القماش هيدا كثير في هيك لمعه كثير حلو، والبروش كيف نزل، يعني انه بيناسب اي سيده بتكون شوي، يعني طريقه الايدين هيدا كمان دارج كثير غاده، انه
ايد ايه ايد لا فعلا. يعني واحنا عندنا بنحب هذا الستايل اللي هو بيجي مفتوح حسيت من في عظمة هيك ايوه عندنا وأنوثة. صحيح ومره حلو الفكره، انا مره حبيت. وانه اسود انه لغتي العيوب الاسود الاسود ايوه، وقصته حلوه. طريقة دربي في من ورا قليل ما يشتغل حدا دربي من الخلف يعني صحيح. ف لا كان كثير حلو ان شاء الله يكون عاجبك يعني. لا لا كلهم حلوين يعني. رحنا بس رحنا من ستايل دخلنا على ستايل ثاني بس نفس الروح بس نفس كمان. الروح اكيد مزبوط مزبوط. ما احنا كمان بدنا نرضي كل الاذواق بالنهايه يعني أكيد. بس انه يعني انا ليه بحب السمبل؟ لانه السيدة دائما ما بتزهق من القطعة السيمبل ما يعني بتضل بالخزانة ترجع تستفيد منها يعني. هي مثلا ممكن بعد فترة ترجع تشيل هذه السلاسل اللي مزبوط بتغير فيها شيء ثاني ايوه انه ممكن تحط فيها لون، ممكن ما تحط فيها شيء. هي لو حطت خلاص مجرد مع سنتور مع شيء ما انه بضلك تقدر تستفيد منه صح. انت حريص على انها تقدر تستفيد منه اكثر من مره. نبيل اكيد انا بحب قطعه تلبسها السيده من عندي كذا مناسبه بحب مره ومع يعني وخلص صحيح. فانا يعني هيدا الشيء بكون كثير حريص عليه. يعني اول فستان هذا الفستان اللي ياخذه يعرف انه مو كثير حيتغير الا لو قصرته اكيد. بس انا اعظم الزبونات عندي بياخذوا مني ما بيغيروا خلص. بتعرف انت بالخليج بيكون في كثير مناسبات ايوه يعني بتلبس الفستان مره واحده بترجع تجيب غيره بتدور على غيره مزبوط لا بس كثير حلو اللون الاسود خليك. انا يمكن انبسط لما اشوف مصممين بيستفيدوا من هذا اللون بحطوه. انا بالنسبه لي الاسود غاده سيد الالوان لانه الاسود والابيض لونين ما بينتهوا الوانهم والاسود هيك كثير كلاس كثير سهره كثير بيعطي انوثه. حلو الاسود وانا احب الابيض. انا غرامي بالاسود. انا الابيض غرامي لانه احسه برضه يعني روح يرتح العين وهيك يريح السيده حلوة. ويريح صح. بس انا عندي بالمكتب بالاتولي كل الديكور اسود ورمادي شي يوم. حلو اللون الاسود زي ما قلت ملك الالوان نبيل يعني مش انه لون عادي بس صعب انه المصمم يشتغل عليه فستان خاصه في بلادنا العربيه نشوف الماركات الاوروبيه اللون الاسود يمكن اغلب الفساتين او اغلب فساتين السهره الثقيله هي اللون الاسود صح. لكن صح. هنا خلينا نقول في المنطقه العربيه عندنا صعب شوي ما بنلاقي الاسود الا فستانين فستان ما بيكتروا منه الان صح. بلاقي لا كثير من لانه بيساعد لانه الاسود بيغطي كثير عيوب بي 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 هين بلبسه يعني مش صعب مش صح. مثل الاحمر احمر كثير صعب الاحمر انه مش باي مناسبه حدا بيلبسه مثل اللون الموف كمان كثير صعب بده مناسبه معينه بس الاسود انه لكل المناسبات كوكتيل سهره جميل. كمان احنا يمكن في الحلقه السابقه تكلمنا عن مسيرتك نبيل وانا ابغى اعرف دحين من بعد ما عشت في لبنان وتجربتك الاولى واخذت عليها صدى ووصلت كمان للخليج قديش شايف هذه التجربه؟ فيها شويه صعوبه فيها شويه يعني كذا. انا طبعا بحيي كثير لبنان لانه يعني حضني واعطاني هاي الفرصه الحلوه وبحيي اعلامها دعمك برايك اكيد دعمني اكيد لولا لبنان ما كنت انا طلعت للوطن العربي. فانا كرمال هيك يعني حدا غيري ممكن انا فيني اعمل ديفيلي بباريس او كذا بس انا لا بحب اعمل بلبنان وبرد لها لو جميل صغير من لهالبلد حلو يعني لولا الله ثم لبنان ما كان مزبوط يمكن صح. انتشرت بهذا الشكل مزبوط. وبنشوف الفستان الثالث هيدا فستان لونه بيوسيال لون السماء عليه حجار شفاروسكي كمان هاللون هذا كثير بحبه انا الدرابي هو عبارة على جرسي مع تيول ومع حجار شفاروسكي كتير كتير حلو حلو يعني كتير هيك ستيل سيغين ستيل ولونه كمان مريح للعين كتير طريقة الأحجار كيف موزعينها احنا وكيف عاملينها والقصة كمان ايش كمان يعني ومعه الشان تاعونه لازق فيه يعني كثير وما انه فيها فيها بكذا ستيل بكذا طريقة طريقة تمسكه او كذا شال منه فيه يعني كثير حلو ميرسي كثير ثانك يو
وكمان طريقة الأحجار كيف موزعة كيف تكنيك كتير دقيق مهم. لأنه بيعطي هيك يعني بيلفت النظر دغري وسيمبل، ما في كتير ما في كتير شغل، ما في كتير شك سوري يعني. لا بس لأنه دائما قطعة السيمبل بخافوا بعض الزملاء منها لأنها بتبين الشغل المليح والشغل صحيح. أنا دائما أقول إنه كل ما كانت القطعة سيمبل كل ما كان صعب الخياطة والكواليتي يبين نظيف. يعني شطارة المصمم الأزياء إنه هو يعرف يزبط ما بين الاثنين، يكون سيمبل والكواليتي يكون مرة نظيف الكواليتي مزبوط هيك، لأنه الشغل بيبين دغري، بيبين الدرابي المزبوط، بيبين الخياطة المزبوطة. بس اللي بيعمل كتير شك وكذا بيكون بيغطي عيوبه، بيغطي أو بيكون مثلا عامل موديل من حدا تاني ومغطي بشوية شكل. صحيح بتصير هي يعني. دائما الشك الكثير يمكن خلاص راحت موضته خلص يعني لا. ما حد بيشوف بلا يعني بلا بتكون في اشياء شك حلوة بس انه واحد هيك بيزهق منها مش وكذا. الشك الكثير هذا اللي ما انت عارف تعرف الشك ما بين موديل الفستان هذا يعني انا مرة شايف فستان لونه احمر، واللون الاحمر يكفي هو لونه يعني يكفي بكفاية، عاملين عليه شك ذهبي ف شيء شيء كثير يعني اعطاني صدمه انه فيها فعلا في فساتين ما بتريح العين صح. كمان والفستان هو جواب يعني خلينا نقول الجواب اللي زي ما يقولوا العنوان يا ربي انا بقول مصمم الازياء ببين دغري من طريقه لبسه، من المكتب والاتوليه، من كذا يعني من طريقه عرضه كمان مزبوط يعني ببين عرفتي كيف. بس انه في بعض الزملاء طبعا مع احترامي لهم كلهم يعني سواء بلبنان او بمصر او بالوطن العربي ما يعني ما عارفين معنى هذه الشغله يعني ما بيكون في ذوق، ما بيكون في موهبه، لان هذه الشغله انا بالنسبه لي فن يعني انا هيدي من موهبتي من انا كنت صغير فالحمد لله كبرت معي فحرام. والموضه كمان بتاثر فن أكيد. بنروح فن احنا يعني انا من نوع نتابع كثير الموضه، بسافر باسبوع الموضه بباريس وبميلانو بس برضه ما بتتاثر فيها كثير قد ما انت ايش بتحب يعني انت شايف العصر اللي انت متاثر فيه خلينا نقول هو اللي هو هذا الاساس هو هذا الهدف صح. هذا اللي انت تبغاه يميزك نبيل مزبوط صح مش الموضه وكمان هيدا هو يعني انه هلا ما تنسي الموضه الخمسينيات رجعت هلا موضه صحيح يعني مع الوقت رجعت يعني الحزام اللي هو على الخصر مزبوط والتيار وهالفستان تخواكا كله رجع موضه وطريقه الشعر وطريقه انه وكثير حلو ما نزعل انه يرجع لا لانه بيبين انوثه المراه صح يعني انت بتكوني قاعده بينك وبين حالك بتحضري شيء موفي قديم فبتحبي طريقه الثياب كيف مرتبه كانت هيدي القطعه الاخيره اللي هو عباره عن الموف كمان درابين كثير حلو كمان بابيوني مع بروش شواروسكي وكثير في شغل كمان درابي لو لاحظتي انت خلينا نتكلم على القماش قديش مميز تفته لميعه هذا كثير كثير حلو حلو من بعيد يبين خفيف يعني من بعيد يبين كانه جلد ايه صح كثير حلو بس صح. هو من قريب خفيف صح وكثير انا كثير بحب القطعه هذه بحب فيها طريقه الدرابي كيف وطريقه البابيوني من الخلف كمان كثير مره صعب مثل ما بتقولوا انتم مره حلو يعني مره حلو قلبه حلو احنا قديش خلينا نقول الاعلام الليبي فرحان بازيائك وتصاميمك نبيل وبانتشارك والله الحمد لله يعني اجاني كذا يعني رساله شكر من الاعلام الليبي ولان يعني ما يعني فرحان فيني كيف الاعلام احتفل فيك الاعلام بالعالم العربي يعني الاعلام السعودي الاعلام اللبناني محتفل فيه فهيدا يعني وانا لي الشرف اني بشرف بلدي خارج الوطن اكيد لا بالعكس مشرفنا احنا كمان كعرب الله يخليك لانه لا انا اللي حبيته انه ما شاء الله عليك في وقت قصير قدرت تحقق نجاح الحمد لله يا رب هذا كله من شكر ربنا الحمد لله وبرضه بترضي كثير من الازواج هذه بس انا يا غدا بدي اقول لك شغلي بعد ما وصلت لحلم البديه فالحمد لله وصلت للحلم البديه بس بعد انه في بتعرفي دائما الحلم بيكبر مع اكيد الشخص. اكيد نفسك توصل للعالميه نبيل اكيد اكيد مثل حلم اي ديزاينر وبتمنى هي الحلم هذا لكل مصمم ازياء بس ايش تعني لك العالميه بس ابغى اعرف يعني ايش هي العالميه في نظرك في رايك العالمية كيف تعني؟ العالمية انه بكون منتشر بكل وسائل الاعلام بالعالم، بيكون نجمات هوليود بيلبسوا من عندي
تمشي وحده تكون لابسه عندك انت ما بتعرف. ايه بيكون مثلا محلاتي بكل بلد، بفرنسا بايطاليا بلبنان بدبي بليبيا بكل مطرح. فهي العالميه بالنسبه لي، العالميه انه كمان سمعتي تكون حلوه، يعني شغلي سمعتي شغلي تكون حلوه وهيك. اكيد واحنا نتمنى لك. الله يخليكي، وانا كثير مبسوط معك للعالميه نبيل. من جد انا يعني متفاجئ اليوم من هذا العرض، لانه من جد ما شاء الله عليك، بس قدرت انك تثبت نجاحك الحمد لله يا رب في العرض الاول بنجاحك. هذا دائما واحد يتعلم من الاغلاط. انا يعني عملت عرض الاول فبدي اشوف شو هو اللي غلطت فيه اول مره، بس هالمره يعني كان كثير مجموعه حلوه، بس فرجاني منكم بس عيني هني اربع قطعات ان شاء الله. يعني بس ابغى اعرف ايش الالوان اللي كمان عملتها أيوه. عامل لون الاصفر، لون الابيض، لون الاورانج، كثير موضه دارج هالسنه. عامل كمان لون المارو، عامل البيستاش، البينك، الصومون، عامل كل الالوان أحمر، اللي اجمالا كلها. عامل فستانين عرس كمان. ايش اكثر فستان كان كثير حلو عرس عملته، كثير غويال ملوكي، بس للاسف انبيع، ما كان فيني فرجيه للاعلام. لا صورته بس طلبت مني زبوني ما فيني فرجيه للاعلام. بتعرفي انه بيحبوا قطعتهم بالمملكه، انه كثير صحيح صحيح. راحت في عروس السعوديه، راحت. يلا مبروك ان شاء الله. مبروك عليها والف مبروك على هيك. كثير. لا بس انه حتشوف اكثر من فستان، ولا انت عندك بالاتوليه فساتين؟ لا اكيد عندي، بتنعرض خلال. لا في شيء، انا كثير بحترم سريه الزبونه، وكثير بحترم الزبونه بحد ذاتها. يعني قالت لي خلص ما بدها حدا يشوفه، انه هذا بيكون مبدا بشغلي. يعني مش انه فعجبها فستان وجاتك وحده ثانيه قلت لك ابغى نفس الموديل، ما بتقبل ابدا النبيل؟ اكيد لا، احنا شغلنا هوت كوتير، اكيد لا. ترى في احترام للزبونه خلص، انه ما 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 يعني بتكون هي مقدره القطعه وعارفه قيمتها للقطعه، خلص بعمل شيء ثاني احلى. بتعمل شيء ثاني احلى كذا ترضي الزبونه يعني. اكيد اكيد. طب لو جاتك سيده شوي صعبه نبيل تبغى لا يعني بيجوا كثير هول متعبين كثير. لا لو جاتك وقلت لك ابغى فستان بطريقه معينه وانت عارف انه ما حيليق عليها وما راح يلبق لها، يعني قديش تحاول تقنع؟ لك انا بخلص ضميري يعني، بنصحها بقول لها انه هي القطعه ما بتلبق لك، هاللون ما بيلبق على بشرتك، هالكذا. بس بالنهايه انه دائما الزبون معه حق. ممكن تخرج زبونه من عندك تكون زعلان انه ما لبيتها، ما تبغى تعملها شيء، انت عارف انه حينصحها او انه ما حيكون لايق عليها. لا بيصير معنا انه بتكون بدها القطعه هيدي، اوقات بلا اوكي انه خلص ما عاد فيني الا لا، بنحاول نظبطها عليها. بس بيناتنا يعني مهما كان ما فيني زعلها، انه بقنعها، بحاول احكي معها، بنصحها. حدا بيكون صعب خلص اكيد ما تقدر تزعلهم يعني. لا كمان. لا لا اكيد اكيد صحيح. بتتدخل مع العروسه في شكل الطرحه، في شكل الميك اب؟ اكيد يعني انا بيكون عندي اكيب بيسافر مع العروسه، بيكون مهتم بكل شيء هناك، وبتدخل وبعطيها ذوقي الحمد لله. يعني كل حتى الطرحه بجديها رايك في أكيد طرحه يعني هلا مؤخرا العروس كان بدا طرحه، كان الفستان كان كثير موديله وكثير التكنيك في وجماله من يعني من ورا. كمان تعمل طرحه طويله، قلت لها لا حرام انه بتعمل طرحه قصيره وهلا موضه وكذا. ففعلا اتنات يعني وهيك. حلو. والعروسه من المملكه السعوديه يعني اختارت الفستان ما في اي شك، ما في ولا شك، كثير سمبل، عشان يعرفوا دائما يعني لما يشوفونا يفكروا خلاص. هم صار عندهم نظره انه كانه الخليجيه، خلينا نقول انه هي تحب الشك. اقول لهم ابدا، مش مقياس هيدا يعني. لا مش مقياس. أكيد. او الميك اب الخليجي، انه في اسماء لنا انه صارت الميك اب خليجي او الفستان الخليجي. حرام. اقول لهم لا بالعكس، احنا دحين بنروح للبساطه بشكل جدا كبير. صح. ويمكن انتم صرتوا تحبوا الشك اكثر مننا، وبتعملوا اشياء على اساس ان هي حتضينا. صح احنا صح. لا لا ما بنحبها، انه ما لا انه بقت البساطه الفستان كثير يكون ناعم وحلو. فكتير يعني لا العروسة بالأول شوي عارضوا، بس هي لا هي إنه من الجيل الجديد حبت، قالت لي ما بدي في أي شك، بس شوية حجار وكذا ومشي الحال الحمد لله. هي الحجارة بتعطي غلى للفستان وقيمة. مزبوط. صح للفستان. صح. هذا اللي اعتمدته أنت في كل العرض. مزبوط. هذه المرة الحمد والأقمشة لله. كانت إكسكلوزف، كانت كتير، كنت مستعمل أنا، كنت جايب أقمشة من ميلانو ومن لبنان كمان.
كثير مستعمل التفتة لأول مرة، بستعمل التفتة كثير، مستعمل الأورغانزا، الموسلين، الستا. الجرسي ما أشوف المصممين يستخدموها كثير. مستعمل أنا الجرسي بكذا، هذا كنا نشوف اللون الأزرق السماوي مع الحجاب. كان في جرسي، ومستعمل كثير جرسي أنا، الأورانج كنت عامله كله جرسي. ما بيستعملوه لانه بيخافوا منه، لانه بالدربي وبخياطته كثير صعب. كثير صعب. احنا بنستخدمه كثير لانه في العبي. فاشوفه سهل. وانا الحمد لله الله رزقني بايكيب كثير شاطر وكثير بروفيشنال وكثير عنده خبره، فما في شيء عنده صعب. التراث الليبي من ازياء يعني التراث الليبي، ما تحب تبينه نبيل من خلال ازيائك؟ بالعكس، اللي الشرف بينه، بس لو بدي بينه بدي بينه مثل ما هو. لانه غاده هلا مؤخرا عم بيعملوا تراث الليبي في ساتين سهره، موديلات اوروبيه، ما انه مش اسمه الرداء الليبي. بس انا لا، بحب بينه مثل ما هو، لانه القطعه هيدي كثير حلوه. كمان في بالمغرب، في الكافتو المغربي كمان قطعه كثير حلوه. يعني بالمغرب العربي كثير غني بالصورات وهيك. يعني نفسك تطلعه زي ما هو؟ اكيد حيكون من خططك ومن، مش هلا، مش دحين يعني، تكون معك صريح، مش هلا، لقدام ان شاء الله، لدفليت لقدام. كمان التراث الخليجي، احنا كثير نحب العبي وكثير بنحب. صح. انا ليش يمكن سالتك هذا السؤال؟ لانه الفستان الاسود كان في لمحه كده عربيه. صح. فقديش مش معروفه منين يعني، مش بس انه معروفه، بس الشكل العربي وفي نفس الوقت اوروبي يعني. صح. دمجت. صح. ما بين الزوجين. برضو حاطط نية انك ممكن تروح للعبايه السعوديه. لا لا، العبايه هلا العبايه عاملينها كذا مره المصممين الازياء الغرب. بس عندنا مشكله بالعالم العربي يا غاده، انه اي مصمم ازياء عربي بيعمل شيء تراث عربي ما بيتقبلوا منه الناس، اي مصمم ازياء اوروبي بيعمل شيء تراث عربي بيتقبلوا منه الناس. غريبة. لو انت ملاحظة فورساتشي ودولتشي جابانا وروبرتو كافالي عملوا كثير عربي، تقبلوهم يشتروا يعني على اقبال بشكل مش عادي. لكن بس يجي مصمم ازياء عربي انه ما للاسف يعني، للاسف بيكون قطعته كثير مهمة من الثاني، بس للاسف. بس لازم تجربها لانه اوريدي الناس حبتك. أكيد. من أكيد. عرضين. أكيد. نبيل يعني. أكيد. يعني اذا طلعتها بطريقة جديدة وحلوة اكيد بعرض ازياء يكون مهم. يا ريت اللي الشرف يعني، بس ان شاء الله ان شاء الله نسميه كذا شيء خليجي. عصر الهوانم، نقول عصر الخليج. انت حبيت كثير اسم. كثير حبيت عصر الهوانم، لانه بتعرف دائما السيده تلتفت للعنوان، تلتفت دائما تحب تحس انها هي هانم، هي سيده. صح. ملكه، حدا مهتم فيها وكذا. ايوه، فهذه كانت جدا حلوه. وما تنسي انه كثير يعني هلا السيده العربيه كثير متجهه للرومانسيه فعلا، يعني بخلال المسلسلات الاخيره والكلاسيك وكذا. فكانت مدروسة. فان شاء الله نحاول نرضيها ان شاء الله اكثر واكثر. بدات تجهز للعرض؟ ان شاء الله بدنا نجهز من هلا، حيكون بعد شهر رمضان المبارك، حيكون ببيروت ان شاء الله، وحيكون مفاجاه للكل. قديش بياخذ منك مده التحضير؟ شيء 14 15. اخذ منك عصر الهوانم قديش تقريبا؟ شيء 3 اشهر. 3 اشهر؟ ما كان يعني هذيك المده كبيره، بس كان اكيد صبح وليل. اكيد يعني فيه. في فستان الازرق الاول واحد شفناه ده خلصناه يوم التصوير. الاقمشه بتكون اكسكلوزف لكس؟ اكيد هذا بيكون شرطي مع التاجر او شرطي مع المحل اللي مشيت. الشرط بتجيبها من برا ولا من هنا؟ في بتعامل مع كذا محل من لبنان، وبتعامل كمان من برا بيكون لإلي خاص، فلأنه هيدا الشيء بيميز يعني. دون انت شفتي القماشات ما شايفتيها قبل عند حدا او كذا، بيكون بس لإلي. حلو. فهيدا كمان انه بحيي فيها تجار القماشات. حلو. وانا بحييك نبيل يونس لوجودك. الله يخليك. الله يحفظك. واتمنى لك التوفيق والنجاح. وانا كمان شكرا لك، يعني شكرا لك كثير، وشكرا لبروجرام عيشه معنا اللي احضرني ثاني مره. الله يخليك. للال بي سي. الله يسلمك. شكرا لك نبيل يونس. ان شاء الله نتقابل معك في عروض جديده وتستاهل كل خير. يا رب. حنروح مع فاصل قصير وراجعين لكم من فقراتنا اليوم، تابعونا. حياكم مرة ثانية مشاهدينا، جينا لكم من فقراتنا لليوم، واليوم معانا مطرب لبناني، هو خلينا نقول ملحن أيضا،